تعالي نقول لهم الاول المكونات وبعدين نبتدي نحطها في محضر الطعام. الكيكه دي ما يميزها هي ان هي 5 دقايق في محضر الطعام لا هتعجنه ولا هتعمله وتبقى خلصت. معانا ايه؟ معانا بيضه ومعانا زبادي يوناني، حبايه موز، ثمره موز واحده، معانا كمان 1/3 كوباية عسل وده مصدر العسل او السكر الموجود معانا، دقيق، شوفان، واتمنى انه يكون في علبه مقفوله مكتوب انه خالي تماما من الجلوتين لو احنا عندنا حساسيه جلوتين. معانا كمان 1/2 كوباية دقيق لوز ونقدر نبدله بلوز مطحون عادي مفيش مشكله، فانيلا، بيكنج باودر، ملح، 1/4 كوباية لبن، وتشوكليت شيبس حبيبه الملايين للوش. واحنا بقى بنحط المكونات دي ميمه كده في خدي انا هديكي انت المكونات حطيها في محضر الطعام. قولي لي هل جالك في وقت التوتر بتاع المعايير الجمال اللي للاسف المجتمع بيقيم بيها البنت خلتك مش مبسوطه او مش عارفه تستمتعي في اجازه او مش عارفه تستمتعي في عيد او في عزومه ان انت ما تاكليش او تبقي حارمه نفسك من حاجه؟ بالعكس، انا يعني انا شايفه ان مقاييس الجمال المصري العالم كله بيقدره وان احنا اصلا انا عامه شخصيا يعني مش بهتم ان انا اتقيد بحد معين او كده. انا بعمل او باكل اللي انا عايزاه او باكل حسب النظام الاكل اللي انا عاملاه لنفسي، لكن مش يعني بحس ان الجمال هو الجمال الداخلي مش ان انا اهتم بالمظهر الخارجي. يعني حقيقي الناس هتقول ايه والكلام ده. انا معاكي جدا. عارفين ساعات كده تلاقوا بنوته جميله او ولد صغير جميل وانت وتكلموا معاهم تحسوا انه مفيش روح في الحديث. فاحنا هنا عشان ناكد انه الجمال ملوش علاقه بشكلنا عامل ازاي، الجمال اكتر ليه علاقه بروحنا عامله ازاي. طول ما روحكم حلوه، كنتوا بنات ان كنتوا ولاد ان كنتوا اي حد، الجمال صدقوني هو جمال الروح. معانا تليفون مفاجاه، تعالوا نشوف مين المفاجاه. حط ده كله صح. يلا بس كده. الو 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 ايوه صباح الخير. ازيك يا ساندرا؟ ازاي حضرتك؟ دي ماما صح؟ عاملة ايه؟ ازيك يا طنط عاملة ايه؟ منورة الدنيا. ازاي حضرتك يا طنط؟ يعني حضرتك وميمة في نفس اليوم كده كتير صدقيني. لا هي لازم تيجي. ايه الحاجات الحلوة اللي بتعملوها دي بقى؟ شفتي علموني بقى حاجة جديدة. لا ده احنا نتعلم من حضرتك. شفتي ميريام منورة المكان النهاردة، فيه نور زيادة في سفرة ونور زيادة في الهنا والشفا. بكل اللي ورا الكاميرات كمان. ثانك يو يا طنط. انا لسه كنت بحكي لها ان انت بتعرفي تعملي باستا فلورا وشاطره قوي في الكيك وفي الحاجات الحلوه. في الحاجات الحلوه بس. انت كل حاجه من حضرتك حلوه. نورتينا يا طنط، مبسوطه جدا ب لسه كنت بحكي مع ميريام قد ايه تكوين شخصيه الانسان بتبتدي من مامته وباباه بيربوه على ايه من وهو صغير. فاحنا كلنا كبنات جيل يعني بنقول لك انه نتمنى يبقى في امهات كثيره جدا، وانا اعتقد ان في امهات كثيره جدا بتشجع بناتها وواثقه فيهم وبتعمل لهم عارفين الامباورمنت ده اللي هو بالظبط كده، انا هدعمك في ايا كان حلمك حتى لو حلمك ده غريب ومحدش في العيله عمله قبل كده. وبنت خالتك وبنت عمك احنا مش هنقارنك بيهم بل بالعكس انتوا ممكن تبقوا انتوا اللي بتشجعوا بعض وانتوا اللي بتشجعوني اصلا كلهم. صح انا عارفه ميريام يعني عيلتها كلها ما فيش بنت فيها الا وتبقى بتشجعها وعايزه لها النجاح والاحسن. بالظبط. فالنجاح ده بيجي من اعتقد من تكوين عيله كامله ومن طريقه تربيه من واحنا صغيرين. مظبوط. صح. تعالوا بقى نضرب مكونات الكيكه اللي ميريام حطيتها. احنا لسه ده ايه دقيق الشوفان ما حطيناهوش بس عشان نطمن ان الموزه تتفرم معانا الاول. يلا انزل لنا بقى بالدقيق ده ورشه ملح. قولي لي يا ميريام ايه الاكل، انا متخيله مثلا انه دلوقتي البنات اللي بتتفرج علينا هتقول لك ميريام بتفطر سموك سالمون وبتتعشى زبادي وبتاكل سندوتشات في خاص كل يوم. قولي لنا دي ده احساس حقيقي ولا
انت زينا كلنا عادي بيجي لك يوم او يومين في الاسبوع تلخبطي في الاكل وبيننا كده بتفطري وتتغدي وتتعشي ايه؟ بحب افطر قوي اومليت يعني بيض او بيض مسلوق وجبنه وبرده بالليل بحب اكل جبنه قوي وتوست لكن بتاكلي زينا يعني انتوا بتحب ايه اكتر وجبه بتحبي تعمليها او اكشلي اللي بيحصل انها بتتكرر على الغدا؟ انا اكتر حاجه بحب يعني بحب اكلها الرز والملوخيه. طب شفتي احنا لسه يا جماعه سيبكم من 2005 اللي قلناها دي احنا لسه صغيرين. لا وبحب كمان كوسه بشاميل اللي هو مكرونه بشاميل بحب الحاجات دي. شفتوا اهي البنت مستمتعه بحياتها وبتاكل كل اللي نفسها فيه وزي القمر اهي محافظه على رشاقتها وصحتها. معانا تليفون تاني. الو 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 يا طنط. ايوه الخط قطع معلش. لا ولا يهمك. كنت بتسالي بتقولي الاهل وكده بيهتموا طبعا بالاولاد وبيشجعوهم طبعا لما يكون عندهم اي موهبه. اكيد طبعا انا طول عمري شايفه حضرتك دايما مع مريم في كل حاجه وفي كل خطوه بتخطيها وانا اعتقد ده مجهود يعني لازم يحسب لك واكيد يعني ربنا هيجازيكي خير عليه انه انت كنتي بترعيها ومحافظه عليها وبتشجعيها في نفس الوقت ف يعني وفوق دماغها طول الوقت وخصوصا في السفر بره مصر لانه بحس ان هي كده بتبقى مطمنه اكتر وبتتشجع وبتعمل كل اللي تقدر عليه والدليل على كده ان هي يعني اخدت القاب كتير في كذا مسابقه. كان احساس حضرتك ايه في كل لقب هي بتكسبه وتجيبه لك كده ترجع لك بيه البيت انا خدت لقب كنتي بتبقي حاسه بايه؟ طبعا الدنيا مش سايعاني وخصوصا بره مصر لما بقعد اشجع ببقى انا صوتي الوحيد اللي طالع. ايجيبت يعني ما فيش غيري اللي بتشجع. اوكي هي دايما الام لعلمك انا لما بروح مع اولادي اي بطوله حتى في تمرين صغيره هنا بحس انه انا من كتر ما انا بقلبي بشجع كان انا مش سامعه غير صوتي انا وصوتي ومش عايزاهم يسمعوا غير صوتي انا صوتي بس اللي بيطلع في المكان. ايوه قولي لها يا ماما على طريقة الباستا فلورا بتعمليها. باستا فلورا خد دلوقتي وصفة سحرية. الحاجة الوحيدة اللي بيحبوها وبكررها كتير. ربنا يديكي الصحة وتفضلي تكرري لهم وتعملي لهم الأكل اللي أنت يعني متفوقة فيه وأعتقد كل أم فينا ليها كده نفسها الخاص. ممكن ناس تانية تدوق الأكل تقول عادي بس بالنسبة لأولادها ده بيفضل أحلى وأطعم أكل ممكن يدوقوه صح؟ ايوه طبعا. وجود مريم وهي ناجحه قدامك ونجاحها مستمر مش لانها فضلت بتشتغل في نفس المجال ولكن لان روحها حلوه ووجودها ليها حضور وليها طاقه ايجابيه كده بتبسط كل الناس اللي حواليها اعتقد ده احلى جني للثمار اللي حضرتك زرعتيها فيها وهي صغيره. نشكر ربنا طبعا. بشكرك يا ماما على الهوا انت السبب في كل حاجه انا يعني النجاح وكل حاجه كنت بعملها. ربنا يخليكم لبعض ويفرح قلوبكم ببعض دايما وكل ام بتتفرج علينا تبقى متاكده ان اي حاجه بتزرعها في ولادها هي هتجني ثمارها في يوم من الايام فرحه كبيره لقلبها. احنا هنحط وهي طبعا هتعمل كده مع بنتها برضه طبعا طبعا. عايزه اقول لكم ان مريم ما بتسيبش بنتها خالص ومش من الامهات هي معانا هنا هي مش من الامهات اللي هي بتسيب بنتها عشان تعرف تخرج بقى وتاخد المي تايم ولا الوقت بتاعها ولا لا هي على طول ماشيه ببنتها زي بالظبط ما حضرتك كنت دايما ماشيه مع بنتك ففي حاجات كده بنتعلم من امهاتنا بنفضل بقى عايشين بيها ف اعتقد ده جني تاني لثمار حلوه ان في جيل جديد بيتربى بنفس الطريقه الصح الحلوه دي صح خالص يا ساندرا ودايما منوره الشاشه كده ودايما تعمل لنا حاجات حلوه كده صحيه. ربنا يخليكي لينا وتفضلي دايما كده فرحانه بمريم وبتاليا كمان. ميرسي خالص نورتينا. ثانك يو. انا هحط الكيكه دي في الفرن بتاعي سخن 180